بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فيديو النهاردة هنعمل فيه العجوة، هنعملها بطريقة سهلة جدا في دقايق. هيكون عندك عجوة نظيفة جدا ضمناها، غير بتاعة السوق والمحلات خالص، دي حاجة عملها بإيدك وغسلها وضمناها. بتجيبي البلح المستوي وتقشريه وتشيلي منه البذر أو النوى. وفي طرق تقليدية لعمل العجوة زي إنه يتجفف في الشمس أو في الفرن، إحنا هنعمله المرة دي بطريقة أسهل وأسرع، هنعمله في الميكروويف. نظام التسخين بقى نجرب الأول، نظبطه 4 دقايق كأنك تسخني أي حاجة في الميكروويف. بعد ال4 دقايق هنخرجه نشوف. طبعا أنا اختصرت الوقت بالشوكة كده، اعتقد ان هي بدأت تلين معايا بس لسه محتاجة تانية ادخلها وازود كمان 2 دقايق. طبعا الوقت هيفرق من مايكرويف للتاني حسب طاقته وفي نفس الوقت حسب كمية البلح اللي انت بتعمليها كده. تمام، مش محتاجة تاني. نهرسها بقى بالشوكة، مش محتاجة تحطيها في مفرمة او مكانة او تطحنيها، يعني بظهر الشوكة بالشوكة كده وفي منتهى السهولة. تقدري تحطي لها سمسم وسمنة بلدي وتحشي بيها القرص، تحشي بيها القرايش المنين. تقدري تعملي بيها بيض بالعجوة، حاجة نظيفة جدا معمولة بإيدك وفي دقايق. تحتفظي بيها، تحتفظي بيها في التلاجة، تلفيها في ستريتش بالطريقة دي، هتبقى عاملة زي قالب العجوة اللي بنشتريه جاهز من السوبر ماركت. أتمنى إن انتوا تستفيدوا من الفكرة دي، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما ننساش اللايك، علشان دي بتساعد الفيديو يوصل لاكبر عدد يستفيد من الفيديو. لو عجبتكم الفكره وتحبوا نعمل فيديوهات اكتر عن الميكروويف وازاي نستفيد بيه ونعمل بيه وصفات وحاجات تفيدنا في البيت، اتمنى ان يعني تسيبوا لي في التعليقات. وتحبوا نعمل ايه في الميكروويف، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، وصفة جديدة ان شاء الله في سلسلة وصفات قريب لوصفات الميكروويف وازاي نستفيد بيه. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.